بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ازيك يا استاذ عربة، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. النهارده ان شاء الله هنحل اسئله ليسون 3 في يونت 8 من كتاب بيت باي بيت. هنحل اسئله الدرس الثالث في الوحده الثامنه من كتاب بيت باي بيت. وقبل ما نبدا ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليوصلكوا كل جديد. اسم القناه على اليوتيوب الانجليزي وجماله، تابعوني على صفحتي على الفيسبوك اسم الصفحة انجليزي من الصفر. ونبدأ على طول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال، answer the questions then read and check. أجب عن الأسئلة ثم أقرأ وتأكد. احنا قرينا الدرس وترجمناه وفهمناه، هنحل على طول. أول سؤال، what do people do during رمضان؟ ماذا يفعل الناس في شهر رمضان؟ They fast during the day. هم يصوموا أثناء النهار. They fast during the day. Number two. What is the name of the Islamic months when Eid starts? يعني ما اسم الشهر الإسلامي الهجري حين يبدأ العيد؟ شوال. العيد في واحد شوال، يبقى شوال. بعد كده What are كهك؟ ما هو الكهك؟ كحك ار delicious cookies. كحك ار delicious cookies يعني هو عبارة عن بسكويت لذيذ. delicious بمعنى لذيذ. Number four. What do people say to their friends during Eid? ماذا يقول الناس لأصدقائهم في العيد؟ عيد مبارك. طبعا بهنوا بعض بالعيد بيقولوا عيد مبارك، يعني عيد مبارك. Number five. How do people celebrate Eid? كيف يحتفل الناس بالعيد؟ They go to the mosque. هم بيذهبوا إلى المسجد. Mosque بمعنى مسجد. And spend time with their families. وبيقضوا وقت مع أسرهم. بعد كده بنتكلم عن شم النسيم. جيب لي مجموعة من الأسئلة عن شم النسيم. أول سؤال، When is شم النسيم this year؟ متى يأتي شم النسيم هذا العام؟ هنقول in the spring، في فصل الربيع. وبعد كده بقى هنكتب الديت التاريخ على حسب اليوم بقى اللي هيجي فيه. Number two. Who celebrate شم النسيم؟ من يحتفل بشم النسيم؟ The Egyptians، المصريين. Number three. What do people eat during this festival؟ ماذا يأكل الناس في هذا العيد؟ هنقول they eat salted fish and eggs. They eat salted fish، بيأكلوا سمك مملح، and eggs وبيض. بعد كده what do people do during the festival؟ ماذا يفعل الناس في هذا العيد؟ They go to the parks، يعني بيذهبوا إلى الحدائق العامة. Number five. Do you like شم النسيم؟ why؟ ولماذا؟ هل تحب شم النسيم ولماذا؟ هنقول yes، نعم. السبب بقى because I go to the parks and play with my friends، لأني بذهب إلى الحدائق وبلعب مع أصدقائي. and هتبقى مرة واحدة، أنا كتبتها هنا وهنا، هنكتبها مرة واحدة. and play with my friends يعني وبلعب مع أصدقائي. بعد كده بقول look and write، يعني انظر واكتب. captions for the photos، انظر واكتب تعليق لكل الصور. أول صورة، we play in the park، نحن نلعب في الحديقة. we play in the park. الجملة الثانية كده بيض ملون، يبقى we color eggs، نحن نلون البيض. we color eggs. هنا زي بين إلى الحديقة، we go to the park. هنا سمك مملح، we eat salted fish. بعد كده choose the right answer from A B or C. Number one. Many Muslims، يعني العديد من المسلمين، fast during the day in رمضان، يعني يصوموا أثناء النهار في رمضان. Number two. It's time to help each other in رمضان، يعني ده الوقت اللي بنساعد فيه الآخرين، الناس المحتاجة. Number three. كحك آر delicious cookies. كحك ار delicious cookies يعني الكحك عبارة عن بسكويت لذيذ. Number four. What's your favorite celebration؟
يعني ايه احتفالك المفضل. بعد كده read and fill in the gaps. شم النسيم, شم النسيم is Egypt's oldest festival, يعني هو اقدم عيد مصري. تاني, شم النسيم is Egypt's oldest festival, اقدم عيد مصري. S in the spring, يعني بيأتي في شهر الربيع. People celebrate this festival each year, يعني الناس بتحتفل بهذه المناسبة كل عام. They go to the parks, هم بيذهبوا إلى الحدائق أو المنتزهات. They color eggs, بيلونوا البيض. They eat salty fish, بيأكلوا السمك المملح. بعد كده read and write true or false, اقرأ واكتب صح أم خطأ. عيد الفطر is a Muslim festival, يعني عيد الفطر هو احتفال إسلامي. رمضان is the month before Eid, رمضان هو الشهر اللي قبل العيد. In رمضان Muslims fast during the day, في رمضان الناس المسلمين بصوموا أثناء النهار. They don't eat or drink, هم لا يأكلوا أو يشربوا, ما بيأكلوش ولا بيشربوا. Until sunset, حتى غروب الشمس. People think to help each other, الناس بتفكر ان هي تساعد بعضها في الشهر ده. Then ثم Eid happens in the first day of the 10th Islamic month, حيث يأتي العيد في أول يوم من الشهر العاشر الإسلامي, شوال, اسمه شوال, شهر شوال. This month, هذا الشهر, starts, بيبدأ. When people see the new moon, عندما يرى الناس القمر الجديد, يعني شهر شوال بيبدأ لما الناس بترى القمر الجديد. بعد كده in رمضان people eat until sunset, يعني في رمضان الناس بتأكل حتى غروب الشمس. طبعا false, احنا قلنا don't eat, لا يأكلوا. Number 2, شوال is the second month of Islamic months, طبعا false. Number 3, عيد الفطر starts when people see the new moon, يعني عيد الفطر بيبدأ لما الناس بتشوف القمر الجديد, طبعا true, صح. بعد كده عندنا read and reorder the following to make sentences, اعد ترتيب الكلمات علشان نكون جمل. اول جملة هتبقى how do people celebrate Eid, يعني كيف يحتفل الناس بالعيد. ده سؤال بدأ بكلمة استفهام, يبقى كلمة استفهام فعل مساعد فاعل فعل أساسي باء السؤال. بنمشي واحدة واحدة, how do people celebrate Eid. number 2, many families make كحك in Eid, يعني العديد من العائلات بتعمل الكعك في العيد. بعد كده what do people do during رمضان, ماذا يفعل الناس أثناء رمضان. برضو سؤال بدأ بيه كلمة استفهام, يبقى كلمة استفهام فعل مساعد فاعل فعل أساسي باقي السؤال. what do people do during رمضان. number 4, children wear new clothes in Eid, الأطفال بترتدي ملابس جديدة في العيد. بعد كده بنكتويشن علامات الترقيم الدي في دو, وهنكتب السؤال كله بخط كويس, وفي الآخر كوستش المارك علامة استفهام. وبكده يا حبايبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو, أسيبكم في رعاية الله, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.